سلام عليكم ومساء النور. يا ترى مين الست اللي عليها الدور؟ وناوية على استشوار بس ولا صبغة كمان؟ لأن شعرك فيري بور، ولو زودنا على الفاتورة البادي كير والماني كير هكون في غاية السرور. تطلع من عندها الوحدة راكبها الغرور، وكأنها ملكة جمال الكون بعد الصيانة والتعديل، وبعد ما تشفط وتنفخ وتبدل اللي محتاج تبديل، الوحدة عندها تتدلل آخر تدليل، وتطلع من عندها بره كأنها بتشتغل في التمثيل. لازم تكون دايما جاهزة للاستدعاء، ولو انطلبت في أي بيت تلبي النداء، وفي المقابل تقبض المعلوم وتتجازى أحلى الجزاء. يا ترى إيه شغلانة الحسناء عروسة اليوم؟ أقول عليها ولا ملوش لزوم؟ طيب لو عرفتوها في الكومنتات اكتبوها على العموم.